حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم، هذا البرنامج اللي نوجد بشاشة الرافدة حتى نسمع بآرائكم وتعليقاتكم ونطرح به المواضيع اللي نتمنى أنه تنورونا بآرائكم حول هذه المواضيع. للمشاركة بالبرنامج تقدرون تتصلون بنا من داخل العراق، تقدرون تتصلون على واحد من ذني أرقام الاثنين بأي لحظة من لحظات البرنامج، وعندكم أيضا رقمين للاتصال من خارج العراق، الرقمين اللي تشوفوها أمامكم هنا تقدرون تتصلون بها من خارج العراق، فعندكم ذني الأربع أرقام للاتصال، ذني اثنين للخارج وعندنا اثنين للداخل، تقدرون تتصلون بها وتحصلونه وتدخلون يانا بالبرنامج وتشاركونا. أما هذا الرقم، هذا رقم مخصص لبرنامج الواتساب، برنامج الواتساب ما بأي اتصال، يعني إذا دقيت على الواتساب ما راح يبين يمي، ما راح يطلع عندي الاتصال، راح يجيني إشعار أنه أكو شخص زي يتصل بس ما راح يبين الاتصال منه أو شنو، فما راح أقدر أخذ اتصالك، فلا تزعلون علينا. أتمنى أنه هذا الرقم تستخدموه فقط للرسائل المكتوبة، أتمنى الرسالة تكون مكتوبة عفوا مطبوعة باسمك ومكانك حتى نقدر نقرأها بالدقائق الأخيرة من حلقة هذا اليوم. مشاهدينا الكرام، اليوم 22/8 سنة 2014، يعني قبل 7 سنوات من هاليوم، ناس دا تصلي طابة بجامع مصعب بن عمير، دخلوا لهم مجموعة من ميليشيا العصائب، فتحوا النار عليهم، راحوا نتيجة هذه المجزرة 75 واحد ما بين قتيل وجريح. مجزرة مصعب بن عمير وجامع سارية كانت مصورة، واللي نفذوا العملية مبينين والكاميرات وثقتهم ومعروفين والمن يتبعون وكلامهم كان واضح والعالم كله شافت هاي الفيديوهات وشافت الجثث المرمية للمصلين. بالمقابل ورا 6 سنوات من المجزرة أكو مجموعة من الأشخاص اللي يعتبر أنه هم المشاركين في تنفيذ هذه المجزرة، كان ملقى القبض عليهم، القضاء العراقي برأهم على الرغم من وجود الفيديوهات اللي تتهمهم اتهام صريح، على الرغم من وجود دليل قاطع قضائيا حسب ما يقولون الحقوقيين أنه هذا الفيديو هو دليل قاطع يثبت الجرم، برأ منفذو الجريمة وأطلق سراحهم، لكن دم المصلين اللي انهدر بجامع مصعب بن عمير أو جامع سارية إلى اليوم القانون ما أخذ مجراء لإعطاء الحق لهؤلاء أو لذوي الضحايا، حالهم حال المعتقلين بالسجون العراقية، حالهم حال الناشطين اللي تلقي القبض عليهم الميليشيات. أصبحت أنه السمة اليوم للميليشيات هي التعذيب، الضرب، إطلاق الرصاص، قتل الناس، لأنه ماكو رادع. لما القضاء العراقي عند دليل يثبت الجرم وبعد ذلك القضاء العراقي يبرئ المجرمين، هذا دليل أنه أي شخص يتبع إلى حزب أو سلطة من حقه يسوي كل شيء في بلد ما بقانون. فالسؤال اللي راح نطرحه، ليش صار المنفذي الجرائم أو أصحاب السلاح أو أصحاب القوة بالبلد هم فوق القانون؟ ليش انعدم القانون بالبلد؟ ليش اليوم نحن يعني الشعب العراقي يعيش في بلد ما يمتلك أي شريعة قانونية؟ أكو قانون، أكو دستور، أكو قانون جرائم، أكو قانون جرائم إلكترونية، لكن بالمقابل هذا القانون ينفذ بمزاجية. هذا الطفل باق كلينس يتحاكم لأنه هذا باق، هذا الطفل باق خبزاية لأنه ميت من الجوع ملاقي يأكل يتحاكم، لكن مواطن قتل مواطن والله هذا يتبع إحدى الميليشيات ما يتحاكم. ليش هاي الصورة اليوم موجودة بالعراق؟ أبو ياسين من ديالى، حياك الله يا أبو ياسين. حياك الله أخي أفل وحيا الشباب المحترمين. حياك الله يا غالي. أخي أفل، المجزرة الثانية والله ناس محتشمة متظاهرين
وذبحهم الشمري. اما مصعب بن عمير ناس مصلين عزل لا متظاهرين ولا معتصمين، يطبق بالاشياط فتلتهم بالجامع بيت الله الحرام. قتلوهم من المحكومين الاعدام اللي تفاجئ بهم اللي يطلعون براءه. هذا القضاء وهذا القانون العراقي المسيس، هذا القضاء المسيس الايراني. بعدين اللي دمر هي مال بوهرس على الأنظمة الطائفية السنية والشيعية، ما أقصد المذهب، أقصد الحكومة والميليشيات الفصائل وإيران. قتل على الهوية، يعني هاي المجازر اللي سووها ما غيرنا بيها شيء. الجنه جرام من بوهرس قتلوا أمام أنظار القوات الأمنية، وكذلك تالية، وكذلك مصعب، وكذلك خالد بن سعد. ما خلوا، ما دمروا هاي الميليشيات. يعني هذا الضوء الطافي جاي يشتغلون بها اللي جت من ايران. هذا اللي هو اللي يوصل مشروعهم خدمه ايران. نعم، لكن انا اسال ذول السياسيين السنه ذول الارانب القرده الشوادي اللي ما عندهم اصول، شو تسوون صابين بهاي عمليه بايسه؟ يا قتلوا جمهوركم وناسكم ومناطقكم دمروها، وما خلوا ما دمروا. ناس مغيبه، ناس دفنوها احياء، السجون تخصوا تبلعوا سعيد الكاظمي يبشرهم يقولون ما عندنا مغيبين، يعني راح سووا فواتية. يعني هاي آلاف مؤلفة صلاح الدين والأنبار ونينوى وحزام بغداد، وين راحت هاي الشباب الحلوة؟ هاي ثروة البلد. تبعوا هاي الميليشيات الولائية، قزعلي والعاملي والصدر، هذول الناس السفه اللي ما عندهم أصول. والحدث الناس تدور على الساعة، ماكو. أيام بس ساعة وفاة ماكو. حتى الابنين تشوف طريقها، تروح تتزوج، تروح تدبر حاله، ياخذون حقوقهم، ماكو. يعني قتلوهم ودفنوهم وخلوهم بدون حقوق. يعني المقدورين ياخذون مبالغ. ليش هاي الناس المغيبه ما تعلونها تطول شهاده وفاه حتى ياخذون حقوق هالاطفال الايتام اللي راحت بالشوارع، ناس مهجره. هاي زين، هذا الشمل اللي ذبح ما قل بدياله، وراح الناس ذبح الذيقار، وتالي الكاظمي يكرم يجيب بذات الدفاع. وهذا من لا ما تعلمون به يا عراقيين. هذا الشمري كان عنده سيف القادسية وعنده أوسمة وأنوار، يعني شنو هذه الزواجية؟ فهمونا، يعني ليش الناس الضباط الحد رائد دون يرجع للجيش واللي أهله ما يرجع؟ ليش هاي القتلة الدمويين ولا رجعتوها؟ جبتوها تذبحون الناس. والحدث الناس ساكتة ليش؟ يا اخوان ترى ما في داعي للسكوت. اذا ما تتفضون تحلوا نفسكم ما تصير تحل. وانا اسال سؤال، هاي الناس اللي جاي يصيح هيات المذله صار 18 سنه، اكثر من هاي الذله ماكو، هاي الذله صارت فوق الهامه. ليش بوك صدام حسين ما قلتوا هيات المذله؟ هسه طلعت جثتكم وتأيدون ايران وتشبهينها بالمرجعيه. هاي المرجعيه اللي ذبحت العالم، ذبحت العراق، وهاي قاعدة مال الحشد، هذا الحشد الطائفي. أي حشد هذا تسولفون عنه؟ حرر الوطن، ما دمر المنطقة الغربية غير الحشد. يوم عيوننا شفنا جرع من جرع زانة يفتح زانة بالسكينة، لحد هذا الإجرام، ذبوهم من الأبنية، اللي حرقوهم، اللي قطعوا رؤوسهم، هو هذا الحشد المجاهد. يا مرجعية كافي، نظل أنت في المرجعية، ما دمر على غير المرجعية والصدر، يعني السلسان غير الصدر، هم ناس خرفاء. من يعني ابو ياسين عيني. ابو ياسين، احنا يعني ما نريد ندخل في هذا المجال، لازم ندخل. اخي العزيز المرجعيه شغلها ديني، احنا نحكي في وضع اليوم انه جامع مصعب بن عمير اليوم الذكرى مالته. ليش لحد الان القانون ما نصف الضحايا؟ بينما يوسف هو طلعهم من الاعدام، طلعهم ابرياء، طلعوهم ابرياء عينك عينك. ولكن من نتحدث من المرجعيه الدين، لا كذب، مو دين، هي اساس الفتنه. لانه هسه شوف من اللي يمر بها، هو ابن السستاني، هو يدير العمليه السياسيه، هم خلقوا الدين، تلموا بالسياسه وبالطائفيه. قتلونا كافي نسكت، نسكت وصار صب بينا. هذا السكوت اللي خلانا نتراجع، احنا اللي كنا اشياء الكون كله، هسه عصبنا ادله ويصدقون عليه تبوا العبال، هم احنا دخلاء عندهم. عبالهم احنا ضعفاء عندهم. يعني هذا الموضوع يتحدث منه يا أفل، هو سبب دمارنا هذا.
يعني صار بضيف قدام ابو السفنة، مختزل ابو السفنة، عندي وين من جاكم النبي؟ هم الاخر هذه ابل. هو بعد من ذبح مصعب العمير، من ذبح سارية، من ذبح بهرز، هم ذولا اتباع هؤلاء المرجعية. عن ما بين المرجعية مو عراقية، مرجعية ما تحامل دماء العراقيين. هاي المرجعية جسم خارج الحدود. جو صدام حسين شاد اسعد روسه. هسه قاموا يتبدعون قال تستانع تستاني. نعم هذا اللي كلام تعرف عنه يا عفل. شكرا 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 لك ابو ياسين. ام فرحان من الموصل، حياك الله ام فرحان. ام فرحان انقطع الاتصال يا ام فرحان. يعني اليوم اكو دعوات ايضا فيما يخص مثلا قضاء الطارميه. قضاء الطارميه اليوم لما نتكلم عن قضاء الطارميه بعيدا عن التعذيب وبعيدا عن اليوم العالمي للعنف وبعيدا عن هذه القضايا، اكو قانون صدرته الحكومه العراقيه او القضاء العراقي بتشكيل لجنه لمتابعه القنوات الاعلاميه والتلفزيونيه والصحافه فيما تكتبه ومتابعه حريه التعبير عن الراي، اللي النشطاء رفضوا وقالوا هذا تقييد لحريه التعبير عن الراي. بالمقابل من يطلع لنا واحد اسمه أبو علي العسكري المسؤول الأمني للميليشيا ويقول بقاء الطارمية على وضعها يهدف لفتك الجسد العراقي وإطفاء النار، يجب أن يكون بالرد على مصدرها. أليس في هذا الأمر تحريض طائفي؟ لما يطلع زعيم ميليشيا النجباء أكرم الكعبي ويقول أنه طارمية حاضنة للانتحاريين ومصدر للإرهاب، بهذا الكلام ما بتحريض طائفي؟ يعني ليش اليوم القوانين بالعراق تصدر في باب لكن اكو ناس فوق القانون؟ محمد من كركوك حياك الله. محمد من كركوك تسمعني؟ اي اسمعك اسمعك. شلونك؟ هلا بيك يا غالي. الله يسلمك. انتوا على كيفكم؟ ترى ماكو هيك شيء يعني بالعراق وهيك شغلات، ماكو كل شيء عم الوضعيه كل شيء معه. نعم. تحجلون على الحشد، تحجلون على الحكومه، يعني ايش بيها الحكومه عند؟ يا وضعيه حكيناها وهي ماكو مثلا اخوي العزيز بحلقه اليوم. ايه انا رجال ترى رجال اعتيادي طبيعي يعني رجال مواطن. نعم. لا ويا هذول ويا بس ماكو شيء. يعني مثلا اخ محمد انت من قلت لي ماكو هيك حكي اعطينا نقاط مثلا حتى نقول اوكي. يعني الحشد وجرائم الحشد، الحشد ايش بيه؟ مو حرر المناطق السنية صحيح لو لا؟ أخوي العزيز حبيبي مبدأ التحرير شنو؟ أنه تهجر الناس؟ شنو هجر الناس؟ هذا داعش طبعا المناطق كلها. طب يعني شنو؟ يعني المحافظات الثلاثة صلاح الدين ونينوى والأنبار ما تهجروا الناس بيها؟ إيش مالهم ما يرجعون؟ هسه مو رجعوا شنو؟ وين يرجعون؟ بمناطق 90% من أراضيها مدمرة؟ يرجع وين يعيش؟ بالانقاض يبني كهف ويعيش به؟ هاي حرب شو يسوي؟ شارته؟ ها؟ شارة. اشكرك انا بس اخويا محمد قبل لحظة اخويا محمد قبل ما تشكرني اريدك. حرب تحرير المدن باي دولة بالعالم؟ اي دولة صارت بيها بالعالم سوت حروب تحرير المدن؟ شفت لك دولة تدمرت بناها التحتية في مدينة ما بحرب تحرير المدن عدا العراق؟ أخي العراق تعرض إلى هجمة شرسة، يعني هجمة كارثية. من منو؟ شو تسوي يعني؟ من منو؟ من منو أخويا؟ من كل أنحاء العالم. لحظة، أنت من دا تقول التحرير كانوا أكو 5000 واحد يقولون موجودين بالأنبار وبصلاح الدين وبنينوى، بمقابل 5000 واحد بس بنينوى ماتوا 40,000 واحد. عمي دروح شوف الناس الشهداء شقد ناس خصت، شوفوا شقد ناس انطت من الجيش والشرطة والاتحادية والحشد. هذا مو حكي هذا عمي، توكل والله ترى ماكو شيء. بس هاي السؤال والله انا ما اريد ادخل زايد بعد. هاي هي اشكرك ثاني وبارك الله فيك. اخ محمد احنا من بدنا نحكي، احنا بدنا نحكي اعتباطا. انا دا اعطيك ارقام رسمية. راح محمد لما بدنا نتكلم عن قضية تحرير الموصل مثلا قالوا بها 2000 واحد بس اللي انقتلوا من المدنيين 40,000 واحد. اكو طرق لحرب المدن، ما تهجر اهلها، ما تدمر مدنها، ما تدمر البنيه التحتيه. مدينه الموصل انتهت. فاحنا لما بدنا نتكلم على هذا الشيء
جامع مصعب بن عمير منو سواها؟ جامع سارية منو سواها؟ المعتقلين اللي موجودين داخل السجون منو أخذهم؟ أكو معتقلين أهاليتهم ما يندلهم وين؟ ذولا منو أخذهم؟ وين راحوا؟ وين اختفوا؟ أم فرحان من الموصل ويانا؟ رجع انقطاع الاتصال ويا أم فرحان، أتمنى ترجعينا يا أم فرحان. سعد من الموصل، حياك الله يا سعد. السلام عليكم. الو الو، تفضل اخوي. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام. السلام، هلا بيك يا غالي. من الموصل احكي لك على من المعتقلين. نعم. احنا عندنا معتقلين، عندي اخوتي ثلاثة معتقلين. نعم. اعتقلوا ب 2019. صح مشاكل احنا بالموصل، احنا وما سهلين منطقه الشبك. صار شغله شبك عرب وشبك. نعم. وصار جابوا شغلاتهم وخلاهم يعترفون قوه مروه، يعني منهم داعش. نعم. هم على مود اغراض، اخذوا اغراض منهم وغادوا فلوس، الفلوس اللي قلت صار 25 مليون. هي كل الاغراض حتى ما يسوون 50,000. وسووا اربع ارهاب، عندنا اثنين محكومين بالاعدام وواحد محكوم 20 سنه، يعني على مود اغراض وسببوهم وفوتوهم جوا وتحت التعذيب، وخلوا يجيبون يستفزون بعرضك على مود لو تستفز عرضك، يعني لو انت بعرضك لو تعترف على نفسك. وهم لا شغل داعش ولا هذا، وقت الحكومه بالنص يردوهم. نعم نعم. لا شغل داعش، احنا اصلا لا عندنا داعش ولا هذه، بس عرفت اغراض وهذا صارت شغله طائفيه. نعم. احنا شنو سببها؟ شنو احنا طالب الحكومه، طالب منه؟ نعم. وش هاي هسه اخذوهم، قلت لك هسه هاي محكومين بالاعدام، وواحد محكوم 20 سنه، يعني مناطق نوصل منطقه الحشيقه. نعم. عشان طالب الو الو وياك. ايه سيد الفاضل حسين طالب منه هسه. نعم نعم. ايه احنا نوصل لمنطقه الحشيقه. نعم نعم، شكرا. وهم سببها احنا ضابط المركز، سببها ضابط المركز مال الحشيقه وضابط الاستخبارات مالهم. نعم. هم دمروا دمارها، دمار المتعاون وياهم المختار مال منطقتنا. هو المختار، هو المختار، هو هو شفتنا هالشفته هاي. نعم نعم. جاء يقول لك استفز عرضك لو تعترف على نفسك، خلاهم يعني قوه مروه، خلاهم يعترفوا على نفسك. مو بس عندي اخوتي ثلاثه وولد عمي ثلاثه، يعني سته هسه محكومين نفس الحكم. وعندي اخوتي ثلاثه ظلوا. ونفس يعني 11 واحد اخذوا من واحد. وكلهم تعالوا نعم نعم نعم. شكرا شكرا لك اخ حسن، ان شاء الله يسمعوك ويردون على عفوا اخ سعد. ابو حسن من الحله، حياك الله يا ابو حسن. قالي حيا، السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام. شلونك استاذ افل؟ هلا بيك يا الغالي. انا بدي اجاوب على اثنين، اولا هذا اللي كان يحكي وياك من كركوك، هذا من الحشد ومن الديوانيه وما له اي علاقه بكركوك. واحد، انا رحت بدي ازور هاي مال عاشور. نعم. فقاعد استفسر مع احد الرجال دي. نعم. الله شاهد، اجى واحد من الحله، من ما اقدر اقول لك من يا ناحيه، قال له انا كتلت 50 واحد. قال له شنو هذول اولاد عمك اولاد خالك كتلتهم؟ قال له لا والله هيك كتلتهم، بحثي وشرطي وضابط وما ادري. قال له قوم تفضل اطلع برا. عمي العراق انتهى، انهيته ايران.
ابو افل. نعم. ماكو عراق هسه، انت شايف مناطقنا ايش بيها؟ والله ما تقدر فضائيتكم ما نقدر نتصل بها، انا هسه قاعد بالمضيف لهم واحد ما اقدر اتصل بفضائيت. العراق انتهى وما لها غير الله وانتفاضة الشعب، وهذا الشعب اللي يقوم زين. هذا اسال الرجل الدين، انا بكربله، قال له شو كتلتهم؟ اولاد عمك اولاد خالك؟ قال لا والله جاء غير العلماء رجال الدين قالوا كتلوه. زين قال له انا كاتل 50، هذا واحد كاتل له 50، وهذا ابو كركوك لو ما مستفاد الله شاهد، هذا تلقى هسه عنده 20 بيت من الحشد اللي دمروا العالم الغربيه، الغربيه فلشوها ودمروها عن بكره بيها بدون سبب. وانا اشكركم. شكرا لك. شكرا لك ابو حسن. يعني هو التساؤل، الاخ محمد من كركوك يقول هذا الكلام اللي دا تقولوا انتوا عن جرائم وما جرائم ما موجوده بالعراق، فاحنا راح نطرح هذا التساؤل، اتمنى انتوا تجاوبوني عليه باتصالاتكم. فيما يخص مثلا طفل في عمليات التحرير اللي قادها الجيش والميليشيات، طفل تدوس الدبابه مثلا، او اشخاص يضربوهم بتشواكيج، او الكترات اللي قصقصت اذانات، او الناس اللي قاعده بالقفص واللي جماعه الميليشيات قاعدين يضربوهم على رؤوسهم تكرمون بالاحذيه، او الشخص اللي علقوه وحطوا عليه صندوق مال مي على مود وزنه يثقل حتى ايديه مثلا تتاذى، او شخص في محافظه لمبار لانه اكو تشابه اسماء بينه وبين احد الرجالات المشهورين في محافظه لمبار، يخلون بإيده حصو حار وبعدين يكتشفون أنه أكو تشابه أسماء، وهذا الشاب الصغير بالعمر ما له علاقة، يرجعوا البيت أهله وإيده تكون الجلد واللحم والعظام فازة، ويقصون إيديناته الثنياً نتيجة تعذيب تعرض له هذا المواطن، والله أنه أكو تشابه أسماء. زين ذول المعتقلين بالسجون شنو؟ الناشطين اللي دا يتعذبون ذول شنو؟ المواطنين اللي يموتون داخل السجون العراقية، وصور وفيديوهات هواية يقولون بها ولدنا تعرضوا للتعذيب شنو؟ احنا هذا بدنا نحكي به. فهذا الكلام موجود بالعراق؟ لا لا. ابو ياسين من كركوك حياك الله. هلا بيك يا الغالي. يعني استاذك بالنسبة نحب نجاوب محمد من كركوك. نعم. هذا انا اعتبره زين من ذيول العراق اللي دخل ايران بالعراق، انا اعتبره زين من ذيول ايران بالعراق، وان شاء الله يجيهم يوم حتى طاير طيحه ما يلقون يلزمونه حتى يفلتون من العراق ان شاء الله. لك عين السادات. نعم نعم. شكرا لك ابو ياسين. يعني محمد من كركوك يقول شنو النازحين قاعدين بالمخيمات؟ يلا خلي يرجعون. اخوي العزيز اهالي جرف الصخره صار لهم سنين يقولون خلي يفتحوا لنا الباب حتى نطب. اذا عندك قابليه انه ترجع اهالي جرف الصخره لمناطقهم نتمنى. بس مو تقول لهم رجعوا. المدينه مدمره. ام احمد ويانا حياك الله. أم أحمد؟ أم أحمد تسمعيني؟ انقطع الاتصال يا أم أحمد، أتمنى ترجعي لنا حتى نسمع رأيك فيما يخص هذا الموضوع. القضية الثانية، هذا التحريض الطائفي اللي موجود اليوم فيما يخص الطارمية تحديدا، الطارمية ما هدأت، الاعتقالات بالطارمية ما هدأت، العمليات العسكرية اللي موجودة بالطارمية ما هدأت. ليش؟ أبناء الطارمية كل أهل بغداد يعرفوهم، ناس مزارعين مسالمين ما لهم علاقة. ليش اليوم ينظر إلى أبناء الطارمية أن هي بؤرة إرهاب مثل ما يقول أكرم الكعبي؟ هذا مو تحريض. القوانين العراقية مو تقول أنه ممنوع واحد يحرض على أي شيء. زين هذا شنو؟ إنهاء المدينة أو التغيير الديموغرافي أو هواية أمور. اليوم احنا من نتكلم عن الميليشيات، احنا ما شفنا الميليشيات حماية المواطنين، وعندنا دليل اللي هم سيطرة الرزازة
اللي راحوا سلموا نفسهم للميليشيات مأمنين بيهم يريدون يخلصوهم من ضيم اختفوا. أحمد من كركوك حياك الله. حيا الله من قال واللي قال يا ربي. تفضل أخويا. أنا على البرنامج هذا مال المحتغلين. نعم. يقول لك ماكو تعذيب بالسجون، ليش ماكو تعذيب بالسجون؟ ليش ما السجون هم تروس أبرياء؟ نعم. هاي مال المعتقلين، هاي السجون كل تعطيك جزء 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 5%. الله أعلم الله أعلم، ما أقول لك 100%، جزء 5%. هم جزء عندهم شغلات بس الباقي ثق بالله العظيم، ثق بالله العظيم، ثق بالله العظيم، كلها أبرياء وكلها راحت بسبب المادة وسبب المخبر السري وسبب الطائفية وسبب أشكال وألوان. نعم. مخبر السري ها، وهسه يقول لك ماكو أبرياء، لا بالله ماكو تعذيب بالسجون، لا بالله خلي يطبون للسجون وشوف السجون ايش قاعد تتاوم، وشوف الأبرياء اللي بداخل أهلهم ايش قاعد يتاومونهم برا. نعم. ليش ماكو أبرياء؟ ماكو الله على كل ظالم إن شاء الله، نتأمل من الله إن شاء الله تزيح هالقمة هاي وإن شاء الله نشوف تاليهم هم وين يسيرون. كنا نقول على نظام صدام حسين، لا بالله يروحون فدوى القندر، إن القندر نظام صدام حسين، يروحون فدوى القندر صدام حسين. صدام حسين ما سوى فينا الشكل، صحيح ظلم، صحيح قتل، صحيح ذبح، بس ما ترى السجون أبرياء ذي تونه نايم بالسجون، ويجي يجي عليك البيتك يسامك تطيني دفتر أطلع عندك ما تطيني دفتر راح أعطكم أعدام. نعم. يعني ما صارت الشكل هاي، يعني حتى اليهود اليهود دول اليهود ما سووها. نعم. يعني والله العظيم يعني خلي طول الأبرياء، هاي الأبرياء اللي ما علي لا 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 شاهد لا دليل لا إثبات لا شيء، خلي طول أبوه يطلع، خلي يطلع السجون استعين أمراض كورونا قطعت نص الأمة بالسجون، هسه مو يقول لك ما كورونا بالسجون، لا بالله أكو كورونا بالسجون، وروح شوف السجون رجعت موت يومية من وراء مرض كورونا ومن وراء مرض السل ومن وراء أمراض الجرب وغير الجرب. نعم. يعني الله أكبر، يعني الله ما إله حوضة بشر، هذا المظلوم ما له حوضة عند الله. نعم. يعني اللي ما تفضل الشكل الناس مساومة، اللي قلت الخبز ما لاقينه يجيك لبيتك تقول لك أريد دفتر، دفتر من يجيبه؟ يبوق كما يبوق، يسلب كما يسلب، هم جاي يسوون الإرهاب وهم جاي يخلون البشر يسلب قصب عادي، يريد ما يريد يخلون جاي يسلب. نعم أخوي. يعني الله أكبر، يعني خل واحد ينصر، خل واحد ينصر من هالبشرية هاي، ينصر بما يرضي الله. يعني احنا هم اسلام وهم عندنا مسجونين وهم عندنا مظلومين وهم عند بيوتنا مهجمه، فوق ما دخلوا بيوتنا، فوق ما اخذوا قراراتنا، فوق ما اخذوا سياراتنا، فوق ما اخذوا مالنا نملكه والمال نملكه كله اخذوه. عم مهرج خلي يطلعون المعتقلين. أنا كم العدم مالي خلي يطلعون المعتقلين وكل شيء مالي من عندهم اخذوه مقشرين بيه. يعني بالسرية طلع المعتقلين. نعم نعم نعم. شكرا شكرا لك أخ أحمد، إن شاء الله وصلت رسالتك ويسمعوك يا ربي. أم هدى من الأنبار حياك الله يا أم هدى. أم هدى حياك الله. أم هدى السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. هلا يما. أم هدى إذا أمكن تنصي لي صوت التلفزيون وتسمعيني من التلفون أختي العزيزة. نص التلفزيون إيه. التلفزيون. تفضل يوم. ما يعني إحنا والله من هاي الأحداث من يقولون داعش كلهم يقولون يعني مؤامرات هاي ما أنتي تخرجهم، هاي أنتم القناة مالتكم هم قناة شريفة وتقول
دائما يقولون هاي كلها مؤامرات على السنه. احنا يعني اهل اكثرهم اللي ولدهم اللي اكثرهم مجاهدين وقاوموا من الاحتلال، عندنا احنا اكثرهم يعني كانوا من ضمن الامريكان قاوموا من الاحتلال الامريكي وفي العراق، فاكثرهم معتقلين اللي انقتل واللي معتقل واللي يحكمونهم اكثرهم اربعه ارهاب، لو اعدام لو مؤبد. هسه واحد من ولد اختي فطي امه راح تراجع، قالوا لها اول شيء قالوا لها اعدام، بعدين قالوا لها مؤبد. مشهود يعني التاريخ كلهم يدلون بينهم يعرفوهم تاريخهم يعرفوه قوم الاحتلال الامريكي والايراني. يعني هذا الظلم والفساد يقولون حررنا الانبار والمحافظات السنيه، هذا مو تحرير، هذا يقلم على رؤوس الناس الابرياء. شو النسوان اللي هجروهم رجالهم اللي اعتقلوه واللي قتلوه، يعني هذا ظلم. يعني اللي حرروه الشيعه يعني احنا هم يعني هم أن ولو اللي قاوموهم يجوز هذول اكثرهم يقولون بيهم الايران اللي قاوموهم اللي يكرم وياهم ضدهم، بس يقولون الحقيقة ويزقون هي السنة. أنا أقول هذول اللي ما يقولون الحقيقة. نعم نعم. هذول ثوار تشرين وغاب مظلومين، بس ما صار بهم اللي مثل اللي صار به السنة اللي تهجروا مثلهم واللي اعتقلوهم والنسوانهم مات أكثرهم، أكو بيوتهم بس يعني ما بيها أكثرها نساء بالبيت حتى رجال ما بيها. بس الحمد لله إحنا هاي ابتلاءات وهذول شرفاء إن شاء الله وللجن. هذا المسلم الشريف لازم يجاهد يقاوم الاحتلال، وان شاء الله قتلانا دائما كلهم قتلاكم للنار مجرمين والتاريخ يشهد لكم الطغيان ان شاء الله، والله يهلككم نهايتكم ان شاء الله قريب. نشكرك والله يجزيكم خير. شكرا. يعني قناه هم شريف وتقول الحقيقه ومجاهده. واجبنا واجبنا امي انه نكشف الحقائق امام الشعب العراقي، والقرار الاول والاخير هو للمواطن العراقي وللشعب العراقي، لانه هو صاحب القرار في هذه الارض اللي يعيش عليها. ما من حق اي بلد او اي دوله او اي حكومه كانت ان تتخذ قرار عن الشعب العراقي، ان كانت ايران وان كانت امريكا او اي دوله بالعالم. لهذا السبب وهذا واجبنا، لا شكر على واجب. احنا لما نتكلم على جرائم الميليشيات، يعني مثلا قضاء الطارمية، قضاء الطارمية ده يتعرض إلى 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 هجمة شعواء وإلى تهجير. اليوم أكو تهجير، يعني تهجير للناس اللي رجعت الصلاح الدين من المخيمات، قاموا يرجعون إلى المخيمات مرة ثانية لأنه ما لقوا مكان يعيشون به، ما لقوا مكان ينامون به، ما لقوا شيء. أهالي جرف الصقر صار لهم سنين يتوسلون. قضية تنظيم الدولة، أختي أم أحمد عفوا أختي أم هدى تقولين أنه هاي مؤامرة. لا، هي يعني إحنا مو نقول مؤامرة، هي لعبة لدمار هذا البلد. الشعب العراقي اكتشفها وفهمها، لكن إلى متى يسوقون هاي اللعبة على الشعب؟ أم أحمد من النجف حياك الله يا أم أحمد. بس لازم واحد يستخدم خادمين السنة، لازم يقاومونهم. ما يتقابل عني شنو أم أحمد؟ شلون أم أحمد؟ انقطع الاتصال يا أم أحمد. القضية اللي دا يعيشها اليوم الشعب العراقي وعوها الشعب العراقي، محافظات الغربية اندمرت، ما بها بنى تحتية، أغلب سكانها مهجرين، والمدينة هي عبارة عن أطلال، مدينة أنقاض. يعني اليوم لما نتكلم عن 80% من البنى التحتية في محافظة الأنبار، لما نتكلم عن جانب كامل من محافظة الموصل، محافظة نينوى عفوا، مدينة منتهية أو مدن أخرى منتهية وصلت إلى نسبة 90%، يعني إحنا نتكلم على مدن مدمرة. لكن المشكلة أنه هذا البعبع لما طلعوا بيان النصر وقالوا تخلصنا من عنده، ليش اليوم العراق ما دا يقدر يتخلص من عنده؟ شو اليوم اكو خلايا نائمه واكو عمليات دا يتبناها التنظيم؟ لعد شنو هذا النصر اللي حققه العراق اذا ما قدرت تقضي عليه؟ زين ليش تدمرت المدن وتهجرت الناس واليوم الشعب العراقي بعده تحت خطر تنظيم ارهابي اسمه داعش؟ ام احمد من النجف رجعت لنا، تفضلي امي. الو الو تفضلي يا ام. الو
عليكم السلام. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. إلى متى يعني هذا الصبر المعاناة المناتحين ومعاناة غيرها وغيرها وغيرها؟ يعني إلى متى؟ يعني إحنا بلد عظيم، يعني هاي بالأبسط شيء كل واحد حاضر له قطعة أرض وخلي دبلة طاقات بالأقطاب بغيره بغيره بغيره، يعني إلى متى؟ إحنا هيك إلى متى؟ يعني من يحرر قطعة أرض؟ الشعب والمواطن يحرر الأراضي؟ الشعب ما يستاهل هيك، الشعب ما يستاهل هيك، أم ضحايا كل بيت لا مو شهيد شهيدين، يعني أم أحمد لا، شنو شغل الجيش والقوات الأمنية إذا المواطنين هم شغلهم يدافعون عن 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 عن, عن, عن أرض الوطن؟ والله هم يعني ما عرفان، يعني هسه هاي منازل هاي اللي قلنا العمق الفقير والمنازحين دول النازحين اللي هسه يعني بالكرفان وهذا الجوحار والبلخين قطعة أرض هو جايبنيها بالأقطاد عماله يشتغل غيره وغيره، يعني قطعة أرض شبر ماله بالعراق جاي ينطي شهادات جاي ينطي ناس أبرار ناس بس أبريار. أم أحمد ذول النازحين ترى عندهم بيوت وعندهم أملاك، أملاكهم تهدمت، أنا ليش أعطيهم قطعة أرض هو أصلاً يملك هاي القطعة أرض؟ أنا ليش أفكر أعطيه مكان وأقول له روح ابني بنفسك؟ هو أنا بيته تهدم بعمليات عسكرية المفروض الحكومة والجيش عوضة عوضة قال لا نتعوضة، لا ما كل يعني لا هاك ابنيها أو عند لا عنده قطعة أرض وعنده مستندات وهاي وأملاك أنطيه مبلغ بسيط هو أنطى شهيد وأنطى دم وأنطى وأنطى، وأنا هسه أنا إلا حاجتي كان بعوفني بس دول النازحين أنا شبر بالعراق ما إلي، وأنا عندي ثلاث شهداء ابن عمتي وابن عمي شبر ما إلي بالعراق، يعني إلى متى نطفى هيك وشوكك؟ يعني نشوف البلد نشوف البلد العظيم عن نطلع ونشوف يعني إحنا ليش إلى متى؟ يعني هسه آخر يريدون يهدمون تجاوز ما أعرف شن وادي ماي وين تروح؟ نعم. هاي الضجة العظيمة هسه يعني وين تروح؟ نعم. فقراء ناس ويطلع عمال يجيب له 10,000 دينار أو 5,000 دينار وين يخليني؟ كل واحد عدة شومة جهاد 5 و6 و7 يعني والنوب يقدمون تجاوز يعني شلون؟ نعم 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 نعم. شكرا 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 لك أم أحمد. نرجع للذكرى السابعة اللي يعني نريد نحكي بهالموضوع به اللي هو مجزرة جامع مصعب بن عمير اللي اليوم تحل ذكرها السابعة، هي ذكرى أليمة، لكن احنا كشعب عراقي او انت كمواطن او انت كمواطن عراقي او ابن هالبلد هذا قدرت تبلع جريمة بجامع ناس مصلين يطلعون من الجامع تتلقاهم الرشاشات والأسلحة الثقيلة وينقتلون وينصابون من عندهم 75 واحد، يعني هاي الصورة أكو بني آدم يقبلها؟ ناصر من بغداد حياك الله. تفضل أخوي. بالنسبة لهذا الموضوع أستاذ أفل. نعم. إحنا طبعاً السبب الرئيسي إنه تعدد الحدود الأمنية متعددة بالعراق، يعني هواية وكل إلى صفة أمنية. نعم. فتعدد الأحزاب ضيع صيغة القرار الرسمي. القرار أحد الأدلة القرار يكون واحد بجهاز واحد. أما من تتعدد فبالتأكيد إنه تريد ضيع صيغة القرار. فلان يقول أنا ما أدري ذا، ولذلك إنه أخواننا أبناء العام يعني اعتقلوهم تعتقلهم الأحزاب وتعتقلهم الحكومة. والله تنفس مو دفاع عن الحكومة، الأحزاب بالهذه. وخير دليل أنه أحد الأشخاص عضو مجلس أحد الشيوخ وأحد الشيوخ الثاني اللي موجود زيونه دول يأخذون شدات من الأبناء شدات هم وأقوياهم قائد عسكري سابقا كان فريق يأخذون شدات في سبيل يخلون وقت بصيغة معينة مثلا إلى إعدام خبوته ومؤبد وإن سنة دولة خاسة. يعني أعتب على أجهزة الأمن الوطني والسيد خاتم العرجي مفروض يكون إنه ليش أخواننا أبناء السنة محاربين أخي محاربين أنا في بغداد
محاربين كلش، يعني هسه الطارمية كأنما جاي واحد من غزة تل أبيب، يعني حارب وكأنما كان الصهيوني دولة. احنا مع الأسف ذاتنا الأمنية، الولاء مو للعراق أستاذ أسد، الولاء احنا مع كل الأسف من أنا عامل أخويا مثلان هو يعاملني لا والله القارمية أصلا الناس الفترة تقول مزارعين، أنا داخل بيها وعرفها منطقة الزراعين يتواجدون بيها ناس مو كلهم مخربين ضيوف ليش نخلط نخلط الأوراق ونخلي القارمية بصيغة سودة قدام الشعب العراقي؟ لا والله المذنب بس أقدم دليل وياه، أقدم دليل دليل نعم أما اتهام عن نعم أستاذ أحمد أما عن طريق لا والله مرفوضة كلش، أخواننا هم وأبنائي، فأنا ما أتمنى أنه أحد يتهمهم اتهامات باطلة يتهم هذا السني والله يكون هو هذا ويتهم هذا اللي يكون عنده ما أكون السبب، فضعفنا إحنا وسببها القضاء العراقي، القضاء العراقي أستاذ أفل القضاء العراقي باطل، من يطلع على الأبناء العامة يأخرها تشور سبعة وثمانية وهذا خايل رح كان بالسجن، فالقضاء العراقي هم باطل باطل مو صار ما كان لا أقطع روسهم لأن باطلين وفازين يحتسون المال الحرام وناس فازين، فأنا أتمنى من أنه تنظر للقضاء، القضاء هذا القضاء الفاسد اللي هو وصل العراق إلى مرحلة الصدر. نعم شكرا شكرا أخ ناصر. أبو حسن من بغداد حياك الله. أبو حسن أبو حسن تسمعني؟ يبدو أن اتصال أبو حسن انقطع. المشكلة اليوم لما نتكلم يعني الإخوان لما يتكلمون القضية هي حب الوطن والولاء إلى الوطن، قضية الحب إلى الوطن هي تتعدى حب النفس، لما يكون المواطن عند انتماء إلى بلده بعيدا عن باقي الأشياء الأخرى هاي تتعدى هواية أمور، لما الإنسان عنده حب إلى ما يؤمن به وصح تتعدى هواية أمور. عامر من بغداد حياك الله يا عامر. السلام عليكم عزيزي. عليكم السلام أخوي. الله يسلمك. بالنسبة لموضوع الإخوان يجيبون حاليا طار الحشيد ويقولون الحشيد أزانة والحشيد أتقن أو كذا وهيك أمور، يعني هذا مو مستحق الحشيد، مو صحيح هذا الكلام، مو من نطاق منه. بالنسبة لموضوع الحشد لا لا أنت قلت مو من نطاق الحشد، مو صحيح هذا الكلام. أي مو صحيح طبعا مو صحيح. زين أكو فيديوهات انتشرت وموجودة على اليوتيوب وموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي، مثلا عائلة مكونة من 5 أنفار واللي قتلهم واللي كتب الكلمات على الحائط وهو يحكي يقول أنا من السراية، إذا ذولا حشد لو مو حشد هو يعني واحد يعمى على الكل. زين سيطرة الرزازة اللي أخذ نازحين هاربين من تنظيم إرهابي وراح احتمى بالقوات الأمنية اللي دخلت إلى الرزازة، هم الحشد اللي كانوا يتبعون العصائب أخذوهم واختفوا. خوش عزيزي تجمع خلينا نكمل من أخذ تقدر تسمح لي خلينا نكمل وياك حتى واحد يفتهم من الثاني، هذه الاتهامات مو صحيحة، مو كل الحشد مو زين ولا كل العصائب مو زينة ولا هذا الحكي مو صحيح، هكو عالم تكره وكو عالم تسقط بالحشد عزيزي رحمة والديك، يعني هذا الحشد اللي دافع العالم اللي حرر الموصل وحرر غيرها وغيرها هسه صار مو زين الحشد اللي حول اعرافهم ذولا. اخ عامر اخ عامر اخ عامر ما يصير عزيزي يصير انت اخ عامر ولا ما تسمون اخ عامر اي تحرير دا نتكلم عنه، احنا دا نتكلم عن تدمير مو تحرير. تدمير مو من الحشد حبيبي، تدمير مو من الحشد، انا حاكيك مواطن عادي، التدمير مو من الحشد، التدمير من الدواعش اللي كانوا بالبيوت ساكنين يفخخون البيوت. لا لا لحظه 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 قف 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 تفضل. مناره الحدباء ورا ما سيطروا على الموصل تفجرت،
جوامع بأسرها في محافظة النينوى في محافظة الأنبار ورا ما سيطر والحشد على المناطق تفجرت، بيوت ومناطق كاملة تهجرت، أهلها تهجروا من عدها. خليهم أول مرة يضون أعرافهم اللي طبلهم داعش ما خلالهم كل شيء ومن طبلهم الحشد سيطر عليهم. زين وجرف الصخر وجرف الصخر أول مدينة أول مدينة سيطر عليها الحشد هي جرف الصخر، وما زالت مسيطر عليها من جرف الصخر. العفو مسيطر عليها من الحشد. انت ما شو انت قاعد تحكي؟ ما ادري شلون انت ايش مدفوع عليك ايش مطيك انت قاعد تسوي الحكي هذا عني؟ هذا الحشد المقدس، الحشد اللي دافع العالم اللي سوى ما سوى، انا صار مو زين اخ عامر. انا وقت الحلقه ادركني، شكرا جزيلا لك، بس اريد اقول لك معلومه لك ولغيرك. بالنسبة إلى العمليات العسكرية، الأرض المحروقة ما تنفذ نهائيا ومن خبراء عسكريين على أي مدينة مأهولة بالسكان. قضية استخدام سياسة الأرض المحروقة مع الموصل والأنبار وصلاح الدين انتهاك لحقوق الناس. ما حصل من تهجير قسري للأهالي في هذه المحافظات انتهاك لحقوق الناس. ما حصل من تعذيب لأهالي هذه المناطق هي جرائم بحق الإنسانية موثقة ضد من دافع عنهم انت. احنا ما حكينا شيء اعتباطا، كل شيء موجود كفيديوهات. فمن تجي تقول انت ايش مدفوع لك، انا ما مدفوع لي شيء، انا عندي هم اسمه العراق. ما يحصل اليوم هو تدمير للعراق، بلدي مدمر. من يدمره؟ الاجندات الايرانيه اللي يدافع عنها الاحزاب السياسيه والاجنحه العسكريه اللي تسمى ميليشيا الحشد. نلتقيكم على خير ان شاء الله، نلتقيكم على خير ان شاء الله بنفس الوقت وفي نفس الموعد بحلقة جديدة من برنامج صوتكم باكر. في أمان الله.